في رمضان اللي فات الحقيقة وقفنا عند شخصية قطة في مسلسل العتاولة، اللي كانت هي الدراع اليمين للست سترة اللي عملتها ببراعة الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر، واللي بنقول لها مساء الفل وبنحبك. الشخصية دي عملتها الجميلة زينب العبد، والجميل فيها انها كانت بتجمع بين الشر والكوميديا في نفس الوقت. فكانت مع فريدة سيف النصر او كونت معاها ثنائي استمتعنا بيه طول رمضان. زينب العبد ممثلة مسرح، وكانت بدايتها على مسرح النهار في مسرحية حب على النظافة في 2016، وحتى الان هي ما تزال مخلصة للمسرح. كمان شفناها في اكتر من عمل مهم زي وضع امني ونجيب زي زركش وابو عمر المصري وملوك الجدعنة وجت سليمة، قبل ما الناس تنتبه لها بشكل كبير وزي ما بيقولوا تكسر الدنيا في العتاولة. كل السعادة والبهجة كده والطاقة الحلوة منورانا يا زينب، أهلا بيك. أهلا وسهلا يا زينب، نورتينا وشرفتينا. يعني رمضان اللي فات يا زينب أنا كنت بتابع حاجات، يعني بتنطط في المسلسلات، بس أنت لفتي نظري جدا، لأن أنت المفروض أنك دورك شرير بس أنت ضحكتينا وحبيناكي، فده اللي كان مقصود من دورك. يعني على قد ما هو انك عايشه في دور بقى انك ماشيه معاها في كل حاجه مصيبه بتعملها، بس في نفس الوقت بدم خفيف، الشرير الظريف ده كان مقصود انك تبقي الشرير الظريف. بصي، هو كلام قطه كان مكتوب بلايت، يعني كان بيضحكني اصلا وانا بقراه، بس حسيت برضو ان هي شريره قوي، فكنت عايزه اكثف اللايت شويه بحيث ان الناس وهي بتكرهني تبقى حباني، يعني يبقى دم خفيف على قلبهم، يعني احنا بنكرهك. بس الناس ما عرفتش تكرهك. ما هو ده الحمد لله بقى وصلت للهدف يعني. فانا كنت مبسوطه جدا ان الناس حابه، اللي هو يعني اكتر من كذا كومنت كان بيجي لي اللي هو يعني رغم انك شريره بس احنا بنحبك، فحسيت انه لا انت كنت قصده، كان نفسي طبعا كنت قصده جدا. وافق المخرج ساعتها انك انت طبعا استاذ احمد هو كمان اللي كان عايز ده، اللي هو تبقي شريره بس شريره لايت. اوكي، طيب انت كنت على طول اغلب المشاهد مع فريده سيف النصر، هي معتمد عليك انت، دراعها اليمين ودماغها اللي بيفكر وبتنفذ كل حاجه، مخ والعضلات. ايه الكواليس كانت عامله ازاي معاك؟ استاذه فريده خالتي حقيقي فعلا، كلمتني اصلا قبل ما نصور على طول، اول يوم تصوير ليا كانت مكلماني في التليفون وقعدنا اتناقشنا شويه في الدور وفي الحاجات وبتاع. اول مره تشوفيها؟ كنت اول مره اشوفها، اول مره كمان اشتغل معاها، فالحقيقه هي احتضنتني جدا يعني، وانا كنت مبسوطه جدا بالعمل معاها جدا. ست جميله وحسيت ان ماما قوي يعني. الدور فرق معاك يا زينب قوي، يعني اعمالك كتير في حاجات تانية، لكن في العتاوله انت زي ما تقولي اتحط عليكي سبوت لايت. الحمد لله. يعني